الحين هذه الحبة برقبتي أنا. إيوة يا عامل، في رقبتك أنت أكيد، يعني ما بمقطع فيديو ولا واحد ثاني. أنت يا عامر، أنت ياسر لا يكون تلعبون علي حاطين فلتر بالسناب. لا يا عامر والله مو فلتر في السناب ولا شيء، ابلش. وزي ما قلت لكم في أسباب متعددة بناء على شكل الحبة وعلى ماذا تحتوي. في حبوب بتدل على الإصابة بالجدري أو الحصبة، وفي حبوب بتدل على الإصابة بالمرض الداخلي جوه الجسم، فالجسم بيبعت لنا ألارم إن في انفليكشن جوه بناء على شكل الحبة. فأنا أنصح محدش يلعب في الحبة ولا يعرضها للشمس وبعض الأنواع من الأقمشة لحين عرضها على طبيب مختص. شيك؟ ها؟ لا ما في شيء. وش الصوت اللي مشغله؟ لعد تدخلين الغرفة كذا فجأة، يلا دزيها يلا. مريض؟ وش دراها؟ يمكن شافت الحبة. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله على السلامة. ها؟ ليش الحمد لله على السلامة؟ طالع من السجن انت لبسك ذا. مسوي تذب بنت وجهك؟ كل ولا يكثر بس، كل. ايه لا تنفخ عليه، ما سوى لك شيء. لا يا شيخة، مسوية فزعة انت؟ ما هو بشغله ستطلعي منها احسن لك. يا الله صباح خير. الناس تصبح على خير، وانتم تصبحون على هواش. هذا اخوكم الكبير احترموه. يبا هو اللي بادي امس طارد من غرفته واليوم هاوش سليمان. بلا بثاره غرفتي ما بيستطبينها. اوكي خلاص على الاقل احترموني انا وابوكم. يلا افطروا. لا تناظر يا بزر انت وياه، لا تناظر.